بص عليه كويس، مكتوب اسم الاستوديو. ده من 5 سنين. حلو الكلام، انا عايزك تطلع لي الاصل. تمام، عايز اشوف الصورة دي كاملة. للأسف يا باشا مش هينفع. بص بقى، احنا مش جايين نضيع وقت. الجزء الناقص من الصورة دي فيه مجرم، احنا لسه مش عارفين شكله. المجرم ده قتل ناس كتير، وانت بقى هتساعدنا نوصل له. للأسف يا باشا مش هينفع، انا مش عايز اضايقك، الحوار ده فات عليه 5 سنين وانا واثق اني مش هلاقي نيجاتيف الفيلم ده. هتلاقيه وبلاش رغي. بص، ده رقم موبايلي، استني مكالمتك. هتقول لي فيها ان انت لقيت النيجاتيف وطبعت الصوره، غير كده انا هزعل، وانا زعلي وحش. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. ازيك يا دكتور؟ الدواء اللي كنت كاتبه لحضرتك خلصان من السوق، لقيت علبتين كنت جايبهم معايا من بره، قلت لازم اعديهم عليك. شكر. اتفضل. يعني لو مفيش فيها. شكرا. اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي سيادتك يا فندم؟ ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. تعال. اهلا وسهلا. ست اللواء فاروق. دكتور عمرو. اهلا اهلا. اتفضل. اهلا اتفضل اتفضل. ها تشربوا ايه بقى؟ لا العفو. لا العفو ايه؟ ما تقول له يا ناصر مين اللي ماسك البوفيه هنا؟ فندم دي اسرار ما ينفعش نبوح بيها كده بسهوله. لا يا شيخ. طب انا عارف سكرك انت. ها سكرك ايه بقى؟ انا معلقتين. معلقتين كويس قوي. ها تعالى معايا تعالى معايا يا عمر. وإيه اللي جابه؟ جايب لي الدواء. هو يعرف عنوانك؟ لا بس أظن ليلى هي اللي ادته العنوان. هو يعرف ليلى؟ زبون عندها. طب يا أخي لما أنت بتحبها قوي كده ومتعلق بأي حاجة من ريحتها بتعذبها وتعذب نفسك ليه؟ أكيد بني آدم مش طبيعي، وأكيد برضه طفولته ما كانتش طبيعية. يعني هتلاقي امه هربت مع واحد تاني، ولا ابوه كان بيعمل فيه ايه ما تعرف. يلا بس اكيد عنده عقده كبيره قوي. كل واحد فينا عنده عقد. الفرق بين الشخص الطبيعي والمريض النفسي ان المريض النفسي عقدته هو بيقف عندها، ما بيشوفش ابعد منها. فعلا مظبوط. واضح ان البني ادم ده بيخطط لجرايمه بدقه، واضح انه بقاله فتره طويله كمان. فعلا فعلا يا دكتور، هو بقاله 5 سنين بيرسم فيها. بس هيقع. اتمنى يا رب. بس مع أول عقبة حقيقية هيقع. اتفضلوا. اتفضلوا الشاي. تسلم ايدك يا فندم. الو؟ استوديو عماد؟ أنت متأكد؟ طب احنا جايين، مسافة السكة. يلا يا ناصر. البيت بيتك يا دكتور. في ايه يا عم؟ اخيرا عرفنا شكل المجرم. طب انا بعد اذنكم عندي ميعاد مهم لازم امشي.
التوفيق. يلا يا نصر. يلا. يا عماد يا عماد، مش حد هنا ولا ايه؟ راح فين يا عماد؟ في خالص بيجيب حاجه وراك. لا مش مطمن. اطلبه على التليفون. موبايل مين ده؟ أكيد بتاع ناصر، خرج مستعجل ونسيه. ألو، أيوه يا أمجد، عمر وناصر في طريقهم للاستوديو، خلي بالك. أنا آسف جدا يا سيادة اللواء، أنا نسيت موبايلي الظاهر جوه عند حضرتك. اتفضل يا ابني، اتفضل. اتفضل. وقف عندك. حركة واحدة هضربك بالنار. المرة الألف يسبقنا ويعلم علينا. احنا مش بنطارد شبح عشان نعجز قدامه، ده بني آدم زي زيك، بس احنا اللي فشلة. لا احنا مش فشلة يا عمر، وبطل تحبطنا. ومش هنسيب القضية دي قبل ما نوصل له. اللي حصل ده ملوش غير تفسير واحد بس، انه بيراقبنا. بيراقبنا؟ ايوه، في حد قريب مننا جدا بينقل له كل تحركاتنا. والمرة دي مش ليلى. انا شكيت فيك لما عمر قال لي انك جايب له الدواء لحد البيت. قلت جايز تكون راجل خدوم، ولو ان دي حاجة نادرة اليومين دول. وبعدين الشك اتحول ليقين لما موبايلك رن وسمعت اللي بيقول لك ان عمر وناصر في طريقهم للاستوديو. ارفع ايدك فوق. اديك الاتنين فوق دماغك. انت غلطت نفس الغلطه اللي بيغلطها اي مجرم. اتغريت. افتكرت ان مستحيل حد يكشفك. افتكرت ان انت اذكى من الكل. ما تصورتش ان راجل عاجز زي ممكن ينصب لك كمين. اثبت مكانك. انت مش فاهم اي حاجة. ولا عايز افهم. انا عايز اشوفك بتتحاكم وتدفع ثمن جرايمك. انت بني ادم ذكي، بس للاسف استغليت ذكائك في الشر. دي النهاية يا بطل. انا هكلم عمر. السبب
المجرم عايز يتأمن لنا. ايه ده يا عمر، انت اعصابك تعبانة وبتدور على اي حد تلومه، انت مالكش اي ذنب في اللي بيحصل. مش عارف اعمل ايه لو حصل له اي حاجة. ان شاء الله مش حاجة هتحصل، ان شاء الله. انت دايما كنت بتتكلم وانا بسمعك، بس عايزك تعرف ان انا اتعلمت منك حاجات كتير. يمكن كنت بعاند معك، ويمكن كنت بختلف معك، بس انا بحترمك وبقدرك. مش متخيل حياتي من غيرك. بابا إن شاء الله يبقى كويس يا عمر. عمر، سيف اليوم مش لازم يفضل هنا. مش هقدر أنقله وهو في الحالة دي. مفهوم طبعًا، بس سيادة اللواء هو الوحيد اللي شاف شكل القاتل وعرفه. يعني ممكن يرجع له عشان يخلص منه، عشان ما يكشفوش. بتعمل ايه؟ انا الدكتور احمد عبد اللطيف اخصائي عظام. كارنيهك. احنا اسفين يا دكتور. سوء تفاهم غير مقصود. شكرا ان شاء الله يا حبيبي. انا اجرت لك شقه في نفس العماره معانا. شكرا يا معتصم. طيارتك الساعه كام؟ بكره الساعه 8 الصبح. هستناك انا واحمد في المطار. انت وحشتني قوي يا ماما. وانت اكتر يا حبيبي. تصبح على خير يا ماما. وانت من اهله. استاذه ليلى، مساء الخير. مساء الخير. انا امجد العطار، محتاج اكلم حضرتك ضروري بخصوص القضيه. حاضر، هفتح لك. ما مسكتوش؟ هرب. محظوظ، حظه بيخلص يا بابا. بقى معروف لينا، كلها مسألة وقت ونقبض عليه. مساء الخير. النور يا ابني. بالهنا والشفا، إذا حضرتك احتجت حاجة اطلب رقم 7. حاضر. أنا جعان.
أنا كمان. بس أنا ما بحبش أكل المستشفيات بتاع العيانين ده، طعم وحش. ليلى عرفت حقيقة أمجد؟ لا. طب ليه ما قلتلهاش؟ ده ملوش علاقة ده بالخلاف اللي بينكم. طبعا يا بابا، بس ظروف الشغل أنت عارف. لا، ما هي كانت المعامية بتاعت الضحايا وخسرت القضية، يعني احتمال كبير إن المجرم يحاول يعاقبها. هكلمها يا بابا، هكلمها. هكلمها. هيكمل معاك القضية محامي زميلي بثق فيه، اسمه محمد عبد العزيز، 36 شارع المانيا، وده رقم تليفون. هو أنا أزعجتك في حاجة؟ لا خالص أبدا، بالعكس أنا بس مضطرة أسافر. ما أنا ممكن أستناك. لا أنا هغيب فترة طويلة ومش عارفة هرجع امتى، يعني مفيش ميعاد محدد. أيوة يا عمر. ليلى، أمجد هو القاتل، هو اللي عمل كل الجرائم. اوعى تكلميه او تقابليه، ولو اتصل بيك تكلميني على طول. انت عايز ينتقم منك. ليلى، انت سامعاني؟ انا مش هقدر اتكلم في اي تفاصيل دلوقتي، انا مشغولة يا عمر. المجرم عند ليلى في المكتب، لازم اروح لها. ربنا معاك، ربنا معاك. طب ليه محامية ناجحة زيك تقفل مكتبها وتسيب البلد وتسافر؟ أنا عايزة أعيش جنبك، مش عايزاه يتربى بعيد عني. هو ابنك عنده كام سنة؟ 7 سنين. مهم جدا الأم تبقى جنب ابنها في السن ده. ده السن اللي بتتكون فيه أفكار واهتمامات. دي حقيقة. إيه التوتر ده كله؟ عمر قالك حاجة أزعجتك؟ عمر قالك إن أنا المجرم اللي بيطاردوه؟ حذرت مني؟ وإنتي قلتيلي إنك مش فاضية دلوقتي عشان يفهم إن أنا عندك صح. المفروض إن هو جاي دلوقتي يقبض عليا. طب إيه رأيك لو عملنا تعديل في الخطة دي؟ إن عمر يموت، أو إنك إنتي تموتي. ايه يا ناصر، في ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ هو ايه اللي فيه يا عايده؟ دي اوضتي، وبعدين هاخد حاجه وامشي على طول. ممكن افهم احنا نفضل كده لحد امتى؟ وانا ايش عرفني؟ يعني ايش عرفك؟ بيتهيألي احنا لازم نتكلم. لا، الكلام بيبقى له لازمه لما يكون في امل. أحمد مشي، ما بقاش ليه حاجة هنا. وإحنا؟ أنت أجمل حاجة حصلت في حياتي، بس أنا ما عرفتش أحافظ عليك. أنت عملت كده عشان أمجد أكبرك. بس أنا كان لازم أقول له لأ. أي حد مكانك كان هيعمل زيك. ليلى، أنت مش هتسافري، هتقعدي هنا وهنتجوز. نتجوز؟ آه، هنتجوز. أنا مستهلكش يا عمر، أنا بحبك، وأنا محبتش ولا أحب حد غيرك. وبعدين أنا لازم أسافر، أحمد مستنيني بكرة الصبح. في واحد اتصل بيا وقال لي إنها موجودة عندكم في المستشفى. إحنا لقيناها قدام المستشفى وكان معاها ظرف فيه فلوس، وكان معاها رسالة غالبا كاتبها دكتور.
لان كان كاتب مصطلحات طبيه ودي طبعا مش معروفه غير للمتخصصين. طب وهي حالتها ايه يا دكتور؟ حالتها طبعا صعبه جدا، يعني الذاكره تقريبا تلاشت، وظائف المخ ضعيفه جدا، ما قدامش كتير على فكره. هو في حد غيرك يهمه امرها ولازم نبلغه؟ لا ملهاش حد غيري. تعبان تعبان. انت مين؟ انا عزه، عزه اختك يا شهيره. انت زعلانه ليه؟ عشان انا تعبانه. الدكتور قال لي حاجة، قال لي روح حتة أحسن، هعيش من غير وجع، أنا تعبانة، تعبانة. أنا جنبك يا شهيرة، أنا جنبك ومش هسيبك تاني أبدا. أسفة يا شهيرة، شيلتك الحبل لوحدك. فاكرة زمان يا شهيرة؟ فاكرة زمان أيام ما كنا عايشين في اسكندرية؟ كنت أنا ومونة عيال صغيرين، أنتي كنتي بتشتغلي في مكتبة، كنا نقعد نلعب في الشارع ونستناكي لما تيجي من الشغل، وانتي اول ما كنتي تشوفينا كنتي تفتحي شنطتك وتطلعي لنا شوكولاته وحلويات وتدي لنا فلوس، واحنا كنا ناخد الفلوس ونروح نركب عجل، انتي كنتي تقفي تراقبينا، ولو واحده وقعت من العجل كنتي تطلعي تجري علينا. انا بحبك قوي يا شهيره، بحبك قوي. وانا خايفة عليكي، مش عايزة أسيبك هنا لوحدك، تعبان. شهيرة، 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 شهيرة. جاية ليه؟ طيب يا خاطري؟ ولا تودعيني؟ أنا مش هسافر يا عمر، أنا هقعد عشانك، أنا مش هقدر أعيش من غيرك. أنا
ما بقاش عندنا غير مشتبه واحد، أمجد حسن العطار. هو المشتبه الرئيسي في جرائم قتل أشرف رمضان وإبراهيم سمارة واللواء صالح ورجال الأعمال الأربعة وإبراهيم عطل. ودلوقتي بقى معروف لينا إن هو ما ارتكبش جرائم القتل دي كلها بدوافع اجتماعية زي ما كان بيحاول يوهمنا، لكن ارتكب الجرائم دي لكل من له علاقة بحريق المسرح والموت، وآخرهم الصحفية جيهان محمود اللي الجيران اكتشفوا إنها مخنوعة في شقتها. ومن تحرياتنا اكتشفنا إن جيهان كانت كتبت تحقيق صحفي عن المول بعد ما أخذت رشوة من أصحاب المول. المعلومات اللي عندنا ما هياش كتيرة لكن مهمة ولازم تعرفوها. أيمن فندم، احنا عاملين تتبع لموبايل أمجد وعندنا سجل بكل مكالماته. هو دلوقتي قافل تليفونه بيستخدم تليفونات تانية، بس آخر مكالمة عملها من تليفونه كان من شقة في المعادي. أيمن العربية اللي بيستخدمها إيه؟ وعن ثلاث عربيات أنواع مبيناته موزعة عليكم. بتهيألي يا فندم احنا المفروض نبدا بتوزيع صوره على الدوريات والكمائن. لا 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 لا، هينزل تحت الارض ومش هنشوف وشه تاني. اجل الخطوه دي شويه. عمر. امر يا فندم. انا عايزك تجهز قوه اقتحام لشقه المعادي لان احتمال كبير قوي ان المتهم مستخبي فيها. بس خلي بالكم امجد عارف ان احنا كشفناه، فدلوقتي هيبقى متوتر وعصبي وأكثر شراسة، يعني لازم نبقى حذرين جداً.